ازيكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. من فتره كده كنت بتمشى في مكان ودخلت محل، عارفين المحلات اللي بيبقى فيها كل حاجه في كل حاجه، ميك اب اوريجينال، ميك اب كوبي، حاجات للشعر، حاجات كده كله في كله. فلقيت وانا بحاسب لقيت واحده على الكاشير شاريه من حاجه معينه تقريبا كرتونتين، فالفضول ما استحملتش فسالتها، قلت لها حضرتك معلش بس ممكن اسالك ما هذا الشيء يعني؟ قالت لي دي نابلسي شاهين. قلت لها ايوه، يعني ايه نابلسي شاهين؟ معرفهاش. قالت لي دي اعظم صابونه في العالم. قلت لها ما جربتهاش بصراحه، ما اعرفش يعني بحكم ان انا ما كنتش عايشه في مصر فما اعرفش يعني حاجات التراث المصريه القديمه يعني. قالت لي اكيد كانت عند جدتك، ازاي ما شفتهاش؟ فلما وريتني شكلها وفتحتها فعلا افتكرت شكلها، لونها يعني كمان مميز فافتكرتها. فقلت لازم اجربها يعني بعد البرزنتيشن الهايل اللي هي عملته لي على الصابونه، فقلت لازم اجرب. وجربتها، ايه الجمال ده؟ انا مش مصدقه بجد نتيجه الصابونه اللي شفتها من اول مره. انا يعني من النوادر لما استخدم حاجه لبشرتي، لشعري بقى، لاي حاجه، والاقي نتيجه ظهرت حالا وانا حتى لسه الصابون على وشي. انا شايفة وشي نور يعني بجد، صابونة هايلة هايلة. دخلت عملت عليها سيرش لقيتها فعلا، ايه ده؟ إيه فعلا؟ طلعت تراث مصري قديم جدا وناس كتير عارفاها. يعني لما سألت صحابي عليها قالوا لي طبعا كلنا بنستخدمها، يعني ازاي محدش قال لي؟ فدي شكلها تمام، هي بزيت الزيتون وزيت الغار والجليسرين الطبي بس، ما فيهاش اي كيميكلز المفروض زي ما هي مكتوب عليها. وبيني وبينكم برضو انا في الاول اللي خلاني كنت يعني مستغربه برضو شويه او متوتره ان انا اجربها، تعرفين دي بكام؟ 5 جنيه. انتوا متخيلين ب5 جنيه احلى غسول لبشرتك ممكن تستخدميه، والاحلى بقى لكل انواع البشره، جافه دهنيه عاديه، الحل السحري بجد. انا بستخدمها دلوقتي بقالي اكتر من شهرين، خلاص مش قادره استغنى عنها. انا بغسل بيها مرتين في اليوم، مره الصبح ومره بالليل. وحلاوتها في ايه بقى؟ في انواع غسول كتير ممكن تستخدميه ممكن يبقى حلو قوي، بس ممكن بعد ما تغسلي وشك تلاقي بالذات في المنطقه دي جفاف ومقشر. دي ما بتعملش كده خالص، دي بتعمل حاجه انا اول مره احسها اصلا في اي غسول استخدمته. عارفة لما تحسي ان وشك مشدود، هو مش ناشف ولا جاف، بس وشك كده تشد ونور وخدودك احمرت وبقى فيها اشراقة كده ومنور. احلى حاجة فيها انك تقدري تستخدميها لبشرتك حتى لجسمك في الشاور، حلوة جدا، لكن للشعر انا منصحش بيها. تاني حاجة يا قطقيت عايزة اقولكم عليها من الحاجات اللي انا عن نفسي ما بستغناش عنها، المسك ده. ده مسك الطهارة، هو اسمه كده، لازم كل بنت يبقى عندها الاختراع ده. ده عامل زي العود. اوكي، بنحطه ازاي؟ بنحطه على اماكن اللي فيها اللي بنحط مكانها البارفان. ريحته تحفه تحفه، وبيديكي احساس بالانتعاش والنظافه. عارفين ريحه النظافه لما تبقي لسه واخده شاور وريحتك كده منعشه كده؟ بصوا هو ده شكله، حطه كده هنا. اوكي، نحطه ورا ودنا، ونقدر نحطه كمان في العظمتين هنا. الاختراع ده ما كملش 20 جنيه، يعني انا كمان مش فاكره هو بالظبط بكام، يمكن اقل. وفي منه كذا ريحه، في اللي بيحبوا بالعود او الحاجات الخليجي شويه، بالخنجر ده برده ريحته تحفه. انا بس حابه اقول لكم ان ده مش اعلان خالص، بالعكس دي تجربه شخصيه لحاجات انا ما كنتش اصلا اعرفها، ولما عرفتها وجربتها حبيتها جدا وفرقت معايا، وزي ما انا استفدت حبيت افيدكم معايا.